صراحه وسط الاوحال التي تتواجد الحفارات والاليات، لان هذا العطل قد يوجد ليس فقط في حفارات، يمكن يوجد في الشاحنات ايضا في السيارات التي تعمل بهذا النظام. تقل عدد دورات سرعه المحرك وبالتالي طبيعي ان تضعف حركات الحفار. المحرك يتعلق الامر بصمام الضغط بالنسبه للوقود. كما رايتم في الاول كانت الحركات متسارعه جيده جدا، وايضا عدد دورات المحرك متسارعه، فشيئا فشيئا اصبحت الان تقريبا هذه الساعه تضعف الحركات. تبعوا معنا ان شاء الله، سوف نقوم بتشخيص هذا العطل معكم ونوريكم طريقه الاصلاح بصفه نهائيه وبصفه مؤقته. تبعوا معنا الفيديو. موضوع الفيديو هو هذا الصمام، يسمى ريليف فالف او صمام خفض الضغط. بالنسبه هذه هي مسطره الوقود، يقوم بتخفيض الضغط في حالات معينه قليله جدا، عندما يكون الضغط مرتفع الى اعلى نسبه معينه. المشاكل التي يسبب هذا الصمام مع بدايه ظهور هذا العطل او الخطا، يقوم بالفتح تلقائيا لان فيه العطل، هو سبب العطل، يقوم بالفتح ويقوم بتهريب الضغط من هنا. ماذا يحدث في هذه اللحظة؟ هذا الحساس هو حساس قياس ضغط الوقود الذي يتواجد هنا والذي يصل إلى الرشاشات، يقوم بقراءة ضعف الضغط في هذه اللحظة. لماذا؟ لأن الصمام حد الضغط قد فتح وقام بتسريب جزء من الضغط، وبعدين يرجع يسكر ويرجع يغلق، لكن بعد فوات الأوان، لأن الحساس قد قرأ ضعف قياس الضغط. في هذه الحالة ماذا يحدث؟ تكون عدد دورات المحرك قد انخفضت إلى النصف تقريبا إلى 1200 دورة. احنا في العادة نحتاج إلى 1800 إلى 2000 دورة من أجل العمل، لكن عندما يخفض الضغط يقوم هذا الحساس بقراءة خفض الضغط فيرسل المعلومات إلى الكمبيوتر، وبالتالي تضعف عدد دورات المحرك حتى وإن عاد هذا الصمام سكر أو أغلق. توجب عليك توقيف المحرك وتشغله مرة أخرى فيعود الضغط هنا إلى سابق عادي. في بداية ظهور العطل يمكن هذه العملية تشتغل معك الحفارة، بعد توقف المحرك وإعادة التشغيل يمكن تشتغل معك ساعة ساعتين ساعة ونصف، ويبدأ هذا الوقت يضيق كلما طال العطل إلى أن يصل معك 10 دقائق 5 دقائق حتى لم يعد أن قادر على التشغيل. سنقوم بفتح هذا الصمام روليف فالف او صمام حد الضغط كما يسمى، سنوريكم طريقة اصلاحه مؤقتا. سنكون في حاجة الى بعض من الورق الخشن، كل ما يسميه حسب المنطقة. نأخذ بهذه الطريقة على شكل رقم 8 على هذا الشكل. الانتهاء من هذه العملية يكون هذا السطح يبدو مستويا بعض الشيء. نقوم بإعادة تركيب الصمام إلى مكانه، عملية سهلة وسريعة جدا، ويحتاج إلى تثبيته في مكانه بشكل جيد. يحتاج تقريبا من 16 إلى 18 كيل نيوتن. يحتاج التثبيت بشكل جيد. خطو من راجع في مكانه ونشغل الآلة إن شاء الله ونجرب العملية. نقوم بإخراج الهواء من مسطرة الوقود، توكل على الله بهذه الطريقة.
هوب. توكل على الله. كما رأيتم أصدقائي المتابعين، قمنا بإصلاح الصمام. كما قلت، إذا لم يتم إصلاح المشكل بشكل نهائي سيتم إصلاحه ويعطيك مهلة من أجل إحضار الصمام. في جميع الحالات يجب تغيير هذا الصمام بصمام آخر جديد. هذه طريقة فقط من أجل عمل الحفارة حتى لا توقف. أصدقائي، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. إذا أعجبكم شيروا إن شاء الله هذا الفيديو، شاركوا مع أصدقائكم، لأن هذا العطل قد يوجد ليس فقط في حفارات، في جميع المحركات الكهربائية يوجد فيهم هذا الصمام وهذا النظام. يمكن يوجد في الشاحنات أيضا، في السيارات التي تعمل بهذا النظام. إذا أصدقائي المتابعين، شاركوا هذا المحتوى وشاركوا في القناة، وضعوا لايك وشاركوا المحتوى مع أصدقائكم. ميزة الانتساب وتوفر على القناة، من أراد أن ينتسب في القناة، يعني أن يكون أحد المنتسبين في القناة، يشترك بمبلغ بسيط، مبلغ دولار أو دولار ونصف أو 5 دولار أو حسب ما تريد، وتقوم بتشجيعنا بهذا الشكل إن شاء الله من أجل تقديم المزيد إن شاء الله. الآن سنقوم بتجربة الحفار. إذا أصدقائي المتابعين، كما رأيتم الحفار يشتغل بشكل جيد، وهذا كل ما في الفيديو، وشكرا لكم متابعينا الأفاضل، وإلى اللقاء في فيديو قادم.